اليوم افتتحنا المنتزه الجديد ديال الحديقه ديال سيدي عثمان. طبعا هي حديقه كانت متواجده ولكن اليوم دخلت في حله جديده بمعايير يعني دوليه. اليوم حاولنا على اننا نعطيو هذه الصبغه للمنتزه داخل مدينه الدار البيضاء، وراكم شفتوا على اننا غاديين منتزه لكل مقاطعه. اليوم المنتزه ديال الحديقه ديال سيدي عثمان بحله جديده، مسار رياضي ديال كيلومتر ونصف، حلبه ديال كيلومتر ونصف، هناك ممرات، هناك اماكن مخصصه للاطفال للعب، اماكن للرياضه للشباب، واماكن للشيوخ. هذه هي القيمه المضافه اليوم اللي كنعطيو لهاد جميع المنتزهات اللي كنفتحوا. راكم شفتوه، فتحنا سباته، فتحنا سيدي مومن، بشار الخير في حي محمدي. اليوم المنتزه ديال المقاطعه ديال سيدي عثمان، احنا يعني المبتغى اليوم من مدينه الدار البيضاء انها تكون منفتحه على جميع المنتزهات. الحمد لله مدينه الدار البيضاء غنيه بالمنتزهات. اليوم كننفذوا برنامج العمل باظافره، والغايه طبعا وهو اننا اولا تقليص نسبه ثاني اكسيد الكربون داخل مدينه الدار البيضاء، لان هذا التزام عالمي. مدينه الدار البيضاء خصها تقلص من نسبه ثاني اكسيد الكربون. عندنا ايضا منتزهات للترفيه على هاد النساء والشباب، يعني ملي كنشوفوهم فرحانين حتى حنا كنفرحوا، وحنا اليوم يعني في خدمه الساكنه وهذا هو المبتغى. الحمد لله سيدي عثمان مازال عندها منتزهات اخرى، هي غنيه بالمنتزهات سيدي عثمان، واليوم من الاكيد وهو هذه الاولى. الشهر المقبل ان شاء الله غادي تكون حتى الحديقه ديال اليسكو في حله جديده وحديقه اخرى ثالثه. طبعا هذا هو الغرض، اننا اليوم ننفذوا برنامج العمل ونكونوا عند حسن ظن الساكنه. فهنيئا لساكنه سيدي عثمان. السقي اليوم واكيد مهم اننا نجبدوا الماء، وفي ندره المياه اللي يعني كل نهار كنقولوا على ان خاصنا نحافظوا على قطره بقطره ديال الماء في داخل مدينه الدار البيضاء نظرا لنسبه الجفاف اللي عرفته المدينه. اليوم السقي ديال هذه الحديقه غادي يكون عباره عن ماء للتدوير الحمد لله، وهذه اولى في مدينه الدار البيضاء وعمرها ما كانت اننا اليوم كنستعملوا يعني لا ستيب ديال مديونه. الحمد لله المياه لاعاده التدوير ديالها مياه صرف صحي، اليوم تمكننا على اننا نديروا اعاده التدوير ديالها، برنامج اللي تا هو يعني ناضنا باش نخرجوه الوجود في اقرب وقت. لا ستاسيون ديال العنقره في اطار الانجاز، ولا ستاسيون ديال مديونه الحمد لله سالات. الغرض من هذه المحطه ديال مديونه غادي تجيب لنا الماء لشارع محمد السادس، غتجيبوا لنا لوطوغوت اوربان، وغادي تجيبوا لنا البنسيك لسيدي عثمان، وغادي تمشي حتى للحي الحسني. يعني بهذا الماء ديال هذه المحطه ديال مديونه غادي يمكن لنا نسقيو على الاقل اربعه ولا خمسه ديال العمالات، وغادي تبقى ديال العنق حتى هي اللي غادي تسقي لنا المنطقه الشماليه ديال مدينه الدار البيضاء. يعني اليوم هناك برنامج طموح للمحافظه على البيئه، برنامج طموح من اجل خلق منتزهات في يعني اللي كتبغي الساكنه. الوليدات الصغار يلقاو بلاصتهم، النساء، الرجال، الشباب. فانا اللي كنطلب منهم هو المحافظه على هذه الفضاءات، لان كيف ما كان الحال كتخلينا على اننا يعني واحد مبالغ مهمه اللي باش كنصاوبوا هذه المنتزهات، كنحاولوا اننا نرضيوهم ونلقاو لهم داكشي اللي بغاو، ولكن في نفس الوقت خصهم يعاونونا بالمحافظه على هذه البيئه. اليوم لو غازون اللي حاطين ماشي للجلوس، هناك ممرات رياضيه، هناك ممرات للجلوس، وبالتالي نتعاونوا جميع باش نحافظوا على المنتزهات داخل مدينه الدار البيضاء. هادشي كيشجعنا على اننا نحطوا تمويل اضافي، وحنا على يعني مشارف اننا نوجدوا ميزانيه 2025 يمكننا نعطيو اكثر الى يعني جميع الساكنه انخرطت معنا وعاونتنا للمحافظه على جميع المنتزهات داخل مدينه الدار البيضاء.